بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلكم ما قبلينا في السيشن اللي فات دي كانت النتيجة، إني عندي قائمة فيها تاب 2 3 4 طبعا، لكن لسه الكونتنت النص التاني لسه ما ظبطش معايا لأن أنا لسه ما استدعيتش فيه أي حاجة. طب أوكي، إيه السيناريو؟ هطلع بره اليو ال بتاع، لأن أنا عندي التابز بتوعي في اليو ال، لكن الكونتنت هيتحط في كونتينر، وطالما في كونتينر يبقى انت بتتكلم على ديفيجن، تمام؟ فانا هبتدي ادرج واسم ديفيجن. اوكي ماشي، ده هيكون عباره عن ايه؟ الرابر ديفيجن، الديفيجن الحاوي للديفيجنز اللي اصغر منه. عشان كده بعد هاخد خاصيتين اتنين يا جماعه. اول خاصيه كلاس هتحاول تحط فيها حاجه تدل على ان هو كونتنت. طب هو كونتنت، يبقى كونتنت هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن تابس، يبقى تابس كونتنت يا جماعة. ماشي اوكي، بعدين هتبتدي تعمل ايه؟ والله تاني لو الناس مركزة معايا يعني تاخد بونص وتفهم كويس خالص ان الخاصية اللي جاية لازم تعمل حاجة مهمة جدا. ها يا جماعة، مين جابها؟ الله يبارك لكم يا رب. لازم ان يكون في خاصية تربط ما بين الجزء الاولاني والجزء الثاني، عشان كده انا كنت بحط ايه؟ الله يبارك لك، كنت بحط اي دي، عشان الخاصية اللي هتربط ما بين الاثنين يا جماعة اسمها data hyphen tabs hyphen content بتساوي. طبعا يا جماعة القيمة دي اللي هيتكتب في الخاصية دي هو نفس الـ ID اللي فوق، علشان تحاول تربط بشكل وظيفي ما بين الاثنين يا شباب. النقطة التانية اللي برضه بنحاول نركز عليها بشكل كبير، أنا دايما بتلاقي دايما هو بيكتب الكود بتاعه حتى في العرض، يعني في كل الأحوال ما بيكتبهوش بشكل سنجل، يعني بتلاقي كلمة تابس دايما مجمع، تابس تابس تلاقيها دايما فيها حرف الاسم، ما بتلاقيش فيها كلمة تاب لونلي لوحدها، حتى في الربط بتلاقيها تابس برضه يا جماعة. حتى في الخصائص بتاعت التابس كونتنت تلاقيها دايما عاملها بصيغة الجمع. فالفريم وركس بيميل ان هو يستخدم الكلمة واحدة بشكل وظيفي وبشكل متكرر، عشان انت ما تحسش ان المسألة بقت فيها فلسفة شوية، لا هي كلمة واحدة، لان يعني ديت كلها كلاسات واخدة ستايلات سبيسيفيك قبل كده. فعشان كده مش هقعد اغير اهو، لان كل حاجة تتغير مش هتطلع بره السيناريو بتاعها، تطلع بره النص بتاعها، يعني انت مش بتنادي على ابن، بتنادي على حد بس هو مش ابنك يعني. ماشي، يعني احنا كده حققنا الربط، باقي ايه؟ باقي اني احط بقى العناصر اللي راح تشيل لي المحتوى، زي ما انا كنت عامل اليو ال ده ككونتينر، وبعدين كنت عامل ال ايات، يبقى انا عندي ديفيجن كونتينر المفروض يكون فيه، الله يبارك لك، ديفيجن تاني. جيد، الديف ده يا جماعه هياخد هياخد حاجه مميزه جدا، هياخد كلاس. ماشي اوكي، يساوي مين يا جماعة؟ مين الكلاس اللي راح ياخده؟ ها الكلاس اللي هياخده كان عبارة عن ايه؟ اسمه يا جماعة تابس هايفن بانر، الدلالة على ان ده عبارة عن دوت كونتنت يا جماعة. طيب ماشي، النقطة التانية راح ياخد خاصية مهمة جدا اللي هي اي دي، عشان كده انا كنت بقول لك من شوية انت هتعرف اتش ريفرنس بايه؟ بهايفن، اسف، بالباش او بالمربع، لاني عندك اي دي، وفي الاي دي ده يا جماعه المفروض اني اربط البانل ده بايه؟ المفروض اني اربط البانل ده بالفكره المناسبه لي او بالتايتل المناسب لي، تمام؟ فانا عشان كده انا هنسخ البانل نفسها بكوبي واحطها في الاي دي. وتاخد بالك من نقطه مهمه، انت بتعمل انترنال لينكينج، سبق ان احنا اتكلمنا عن القصه دي، لما تيجي تكتب القيمه بتاعتها حتى في اتش تي ام ال كنت بتعرف او كنت بتسند القيم من غير ما تستدعي الهاش او الباش او المربع ده، كنت تكتب الاي دي على طول يا جماعه، تمام؟ وجوه الديفيجن ده المفروض اني احط الكونتنت الخاص ب الكلام ده او خاص بالمحتوى ده، والمفروض مثلا انا هكتب اي تاب وهكتب 01. ماشي كده حققنا الربط يا جماعه ما بين التاب ده والقيم والكونتنت بتاعه. طب ماشي، خلونا نعمل ناخد الكلام ده بكوبي ونكرر السيناريو مثلا مره 4 مرات، وفي كل مره هحاول اغير الكونتنت بتاعي، تمام؟ صح،
تمام، دي طب واحد مظبوطة، دي المفروض إنها تكون بانل اتنين وطب اتنين، دي المفروض إنها تكون بانل تلاتة وطب تلاتة، دي المفروض إنها تكون بانل أربعة وطب أربعة، والربط كده تقريبا إن شاء الله بإذن شغال. أدي بانل واحد مع الأي دي نفس الفكرة بتاعتها. ونشوف انا عملنا كنترول اس، ولو عملنا ريفرش على الكونتنت بتاعي الاقي ان في تاب واحد ظهر لي اي ام مش عارف ايه، في تاب اتنين ظهر لي تاب اتنين، تاب تلاتة، تاب اربعة، نفس السيناريو. الامر الجميل في السيناريو ده انه انت لو عايز تخلي اكتف تاب، اكتف تاب، فبتحاول تستخدم ايه، بتحاول تستخدم مع التايتل اللي انت عايز تاكتفه بتحط الكيورد اللي اسمه از اكتف. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت كنت عايز تاكتف التايتل ثلاثة، هو كان استخدام الوظيفي حاططها مع ال LI، مش حاططها مع الريفرنس، مش حاططها مع الانكر لينك يا شباب، حاططها مع وسم ال LI لان هي مربوطة بالتايتل، يا رب يكون معنى واضح. فالقيمة هتتحط في مع ال LI. لو انا كنت عايز مثلا التاب الثاني ده اللي هو يبقى التاب الاكتف معايا، اكتب له is، انا مش متذكر is active or is active، عاملها is وهيفن و active is active. ففي الحالة دي هتلاقي ان التاب التاني هو الحالة الافتراضية بتاعته انه يكون مت active. لكن انت ناسي بقى ان ايه، الله يبارك لك يا رب، لازم انت اكتف الكونتنت بتاع التاب التاني علشان يظهر لما التاب التاني بتاعه ايه، هو راح يظهر بس لما انت تضغط، لا راح لما انت تضغط عليه يعني، فاهمني؟ بس في الافتراضي مفيش حاجه متاكتف في الكونتنت، فعشان كده انت لازم تكرر نفس السيناريو مع الكونتنت بتاعك تاني برضه. فالمفروض برضه تعمل نفس القصه اللي انت كنت عاملها مع الكلاس اللي خاص بالبانل ده، فاهمني؟ فهتحط اس اكتف مع الكلاس الخاص بالبانل ده. مثلا احنا كنا واقفين على البانل التاني، فهتروح عند الكلاس الخاص بالبانل التاني وتروح تحط فيه قيمه اس هايفن اكتف، ونعمل كنترول اس كده. المفروض ان الاثنين في الافتراضي يكونوا متاكتفين، وده اللي بيحصل، واللينكات بتاعي بتكون شغاله بشكل طبيعي جدا. طبعا حضرتك ممكن تستخدم فيها الكونتنت اللي حضرتك عايزه، هنا كان عاملها بشكل جمالي شويه، كان مستخدم فيها مجموعه من الصور، يعني اطلق المجال لابداعك وعادي، الامر عادي جدا. كل فكره انت راح تدرج بس الوسم الخاص بالصور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.